رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، ونورنا دلوقتي في الاستوديو استاذ عمرو الجرزاوي ناقد رياضي بجريده الفجر. مساء الفل عليك. مساء الفل يا شيماء، منورنا في كلام في الميديا. ربنا يخليك، تسلم. طبعا اكيد عندنا النهارده كلام كتير عن حاجات كتير جدا بتحصل في الوقت الحالي، سواء على مستوى نادي الاهلي او كمان على صعيد منتخبنا الوطني الاول، وكمان اكيد الدوري المحلي والمباريات المؤجله والقرارات الكتير اللي عماله بتحصل في الايام دي. خلينا الاول نبتدي بالقرارات اللي طالعه من مجلس اداره النادي الاهلي، او لسه طبعا مفيش قرارات واضحه او قرارات حاسمه اتحطت لغايه دلوقتي. يمكن اخر حاجه سمعناها ان كابتن محمود الخطيب طلب من كابتن سيد عبد الحفيظ ان هو يعمل له قائمه باحتياجات نادي الاهلي وقطاع الكوره في النادي الاهلي في خلال اسبوع، وبعديها ان شاء الله هيكون في اجتماعات هامه عشان يتم فعلا اعاده هيكله الفريق. انا طبعا في البدايه يعني بتمنى الشفاء العاجل لكابتن محمود الخطيب. اكيد يا رب ان شاء الله يرجع لنا بالسلامه. تاني حاجه كابتن سيد عبد الحفيظ انا شايف ان هو اختيار مناسب جدا. صحيح. رجل عنده خبره كبيره جدا في مع النادي الاهلي. مع النادي الاهلي خصوصا والجيل الحالي من اللعيبه. الجيل والحته دي يعني حته انه الترتيبه بتاعت النادي الاهلي وترتيبه فريق الكره النادي الاهلي، انا شايف كابتن سيد عبد الحفيظ انسب واحد يقدر يقوم بالمهمه دي. طبعا تكليف كابتن محمود الخطيب لكابتن سيد دي طبعا كابتن سيد مش الواحد مش محتاج يقول قد ايه هو بيحب النادي الاهلي وقد ايه هو بيخدم النادي الاهلي. عنده مهمه صعبه جدا اكيد. الجمهور مش هيقبل باي اخفاق تاني الفتره اللي جايه. كابتن سيد عارف ده وعامل حسابه على ده. التكليف في محله جدا. قدامه بقى ملفات كتير جدا كابتن سيد عشان يرتب الاوراق من جديد، اولها طبعا الفريق الاول كره القدم والصفقات الجديده اللي المفروض النادي الاهلي يتمها في سواء في يناير او بدايه الموسم. بس يمكن في يناير الموضوع يعني قرب شويه، واحنا محتاجين فعلا التدعيمات دي في يناير في السريع، لان احنا داخلين على بطولات كتير. احنا كمان هنلعب في النسخه القادمه من دوري ابطال افريقيا اللي هتبتدي في الشهر الحالي في نوفمبر الحالي مسابقتها او مبارياتها، وان شاء الله احنا هيكون عندنا لقاء في منتصف ديسمبر. هو انت كلامك مظبوط جدا. طبعا التدعيمات في يناير هي الاولويه للنادي الاهلي وفريق الكره النادي الاهلي، واظن المجلس اداره النادي الاهلي طبعا. بس طبعا تدعيمات يناير دايما بتبقى صعبه. بتبقى صعبه عشان بيبقى في وسط الموسم. في وسط الموسم والفرق مش عايزه تسيب لعيبتها وهيدعم ازاي؟ خصوصا ان احنا شايفين ان في الدوري الموسم الحالي الفرق كلها قريبه من بعض. وخلينا نتفق الفرق ما بين الاول والاخير برده، او الاول والمركز السادس والسابع مش كبير. طبعا خلاص ما الكره دلوقتي الفرق بتشبه الدوريات الاوروبيه، بتشبه الدوري الانجليزي اللي هو كله شبه بعض. طبعا احنا لسه ما وصلناش للكلام ده، بس يعني في الترتيبه في موضوع الترتيبه مظبوط كلامك مظبوط جدا. موضوع بقى نرجع للصفقات تاني، هي برضو القماشه فين؟ يعني القماشه اللي تخدم النادي الاهلي فين؟ هي هل موجوده في الدوري المصري؟ عارف اعد غنمك يا جحا؟ مفيش. قليلين جدا جدا. صحيح. ودي برضو علامه استفهام كبيره، فين المواهب؟ فين الشخصيات؟ لعيب النادي الاهلي دايما شخصيه، مش بس ان هو يكون مهاري ودايما يكون صحيح. احنا شفنا مواهب كبيره جدا في النادي الاهلي بتضيع طبعا بسبب الشخصيه. ما عندهم ما فيش شخصيه النادي الاهلي، لازم يكون اللعيب اللي موجود يكون عنده شخصيه النادي الاهلي. ودي قليله جدا في الاجيال اللي جايه. مش عايزين بقى نتهم السوشيال ميديا والكلام، اللعيبه بتهتم بالسوشيال ميديا اكتر ما بتهتم بنفسها، ولما بيشوف نفسه ان هو لسه صغير فالناس كلها بتتكلم عنه فخلاص انا كده وصلت. النادي الاهلي محتاج عقلية مختلفة تماما في الفترة اللي جاية دي. صحيح. واظن ان وجود كابتن سيد مع الجهاز الفني مع الإدارة، اظن ان هو هيبقى فيه اختيارات مناسبة جدا للنادي الأهلي الفترة اللي جاية. بس برضو زي ما احنا قلنا الخامة مش يعني الحاجات المتاحة دلوقتي قدامنا قليلة جدا. يعني خلينا مثلا نتكلم عن من احنا دلوقتي بنتكلم عن التقرير اللي طلبه كابتن محمود الخطيب كابتن بيبو من كابتن سيد عبد الحفيظ ان هو يقدمه له خلال اسبوع، ويعرف منه قطاع كره القدم وبالتحديد الفريق الاول محتاج ايه في الفتره اللي جايه عشان يقدر يقوم على رجله ويرجع النادي الاهلي اللي احنا متعودين عليه. طيب لو احنا اتكلمنا او بدايه كلامنا كانت مع الانترنت الشتويه، ومحتاجين لعيبه مين؟ محتاجين مين يكون موجود في الانترنت الشتويه من وجهه نظرك انت؟ شايف مين اللي المفروض يكون في النادي الاهلي في الانتقالات الشتويه؟ اسامي بعينها يعني. هو في ناس تستاهل، بس هل شخص تستاهل وهي في انديتها؟ صحيح. هل بقى هيستحمل ضغط النادي الاهلي وضغط ان النادي الاهلي التعادل بالنسبه له خساره؟ هي دي اللي هتفرق لما يجي. في اسامي في ثلاث اربع اسامي موجودين في الدوري المصري يعني ممكن يكونوا مناسبين الى حد كبير للنادي الاهلي. زي مين؟ محمد محمود طبعا لاعب وادي دجله. صحيح. لاعب ممتاز بصراحه. صحيح.
طاهر محمد طاهر أكيد بعد ما يعني اولوياته اللي انا اعرفه يعني اولوياته الاول الاحتراف ثم النادي الاهلي. حمدي فتحي طبعا لاعب نادي انبي. في كلام بقى محمود متولي باهر المحمدي يعني صحيح. يعني برضو الاسامي دي عندها بدات باهر المحمدي بالذات بدا يكون عنده خبره بعد انضمامه للمنتخب الوطني وان هو خد ثقه الجمهور وبدا يكون موجود وانه يلعب تحت ضغط والكلام ده كله. فباهر برضو دلوقتي من العناصر اللي بارزه في الدوري المصري. محمود متولي بصراحه بقى له موسمين مقدم رائع. مستوى متميز جدا. اظن هي مش تخرج عن الاربع خمس اسامي دول. لفت الانتباه على الاقل انه ينضم للنادي الاهلي او يكون موجود في النادي الاهلي الفتره اللي جايه. صحيح. يعني هي دي الاسامي اللي قدامنا. اه ما فيش الخامه قليله جدا. القماشه قليله. طب تفتكر ده ايه السبب في ان ما فيش مواهب كبيره في الدوري المصري خصوصا كمان المركز لو بنتكلم على مراكز بعينها عندنا ازمه في الدوري المصري في مركز الدفاع. ازمه كبيره جدا طبعا. ما فيش مدافع طبعا. مفيش راس حربه. هو يعني بدايه الفرقه ونهايه الفرقه هم مش موجودين. يعني يمكن يكون في وفره في وسط الملعب لكن ولا في البدايه ولا في النهايه. بص انا دايما بشوف ان ده في قطاع الناشئين. اللوم الاكبر على قطاع الناشئين في مصر يعني مش صحيح. في نادي بعينه ان صحيح. الانديه بدات تستسهل ان هي تشتري اللعيب الجاهز اللعيب اللي لفت الانتباه فهو لازم يكون موجود عندي. لكن الاهتمام بقطاع الناشئين ده لازم تكون من الاولويات للانديه كلها. يعني بيطلع لك على الاقل 3 4 لعيبه في المراكز اللي زي كده. المراكز اللي انت مش لاقيه موجود في حد منها على مستوى عالي على الاقل ابن النادي هيكون قلبه على النادي وهيبقى عارف يعني ايه النادي اللي هو بيلعب صحيح. باسمه أكيد. فاعتقد ان قطاع الناشئين هو اللي عليه اللوم الاكبر في ان هو لحد دلوقتي في مصر مش النادي الاهلي. وبرده النادي الاهلي يعني ما هو النادي صحيح. الاهلي ضمن مصر ان هو لحد دلوقتي ما طلعش اظن يعني اللعيب اللي خرج من قطاع الناشئين النادي الاهلي احنا احمد حمدي مش شايفينه. ناصر ماهر طلع فرط بره فتره موسمين وبعدين رجع برده مش شايفينه. لكن دلوقتي ما فين مش موجوده. لكن محمد داني بس برده من فتره. أيوة بتكلم على بنتكلم في الفتره الحاليه من في سنه سنتين ثلاثه اللي فاتوا مفيش يعني صحيح. الفتره الحاليه مفيش. فالحل اكيد في الاهتمام بقطاع الناشئين في الانديه المصريه عشان نقدر ان احنا نوفر اللعيبه طبعا في حدود اللعيبه كمان الاجانب اللي متاح لكل نادي ان هو يضمهم. ودي برده نقطه ثانيه يعني موضوع الاجانب اللي زاد ده مفيد ومضر. مفيد ان الانديه بتستفيد باكبر عدد من اللاعبين المحترفين اللي بتفيدهم وبتاثر معاهم في مستوى فرقهم. مضر على اللعيبه اهو ان دلوقتي انت مش عارفه تطلعي من قطاع الناشئين لعيب يكون سواء مهاجم او مدافع يكون تعتمدي عليه. فدي واتحاد الكوره يعني كل ده يصب في المنتخبات. احنا شفنا مستوى المنتخبات يمكن كمان ده واضح جدا في عدم وجود راس حربه صريح في منتخبنا الوطني الاول او يعني بسبب وجود الاجانب او الاعتماد على ان الفراوده بيكونوا اجانب في مصر. طبعا برضو بس هتعملي ايه؟ مش هينفع تتقنن. هتتقنن ازاي؟ ما حتى لو طلع زي القانون زي ما نجيبش حراس مرمى اجانب طب مش هنجيب مهاجم اجنبي. طب وعلى فكره كويس جدا ان القانون ده موجود كان زماننا دلوقتي في مشكله كبيره جدا بصراحه. صح ما فيش وفره. لكن دلوقتي لما القانون حراس المرمى ده ما كان اتلغى دلوقتي عندنا كميه حراس مرمى متميزين صحيح. جدا في الدوري المصري. صحيح. متميزين جدا يعني. متميزين جدا وكلهم في قرب كبير جدا في مستوياتهم وعدد يعني نقدر نقول 8 9 يستحقوا ان هم يكونوا موجودين. يمكن 10 كمان. يعني في عدد كبير جدا فانت ما تقدرش تعمليها في المهاجم لان الانديه هتتحايل برضو. طب انا مش هجيبه مهاجم مش هجيبه سترايكر صريح هجيبه تحت راسين الحربه وهلعبه مهاجم. طب انا اقول هو ده مدافع وهيهاجم انتوا مالكوا. فهي برضو القصه هتبقى صعبه جدا. أيوة ان هم القطاع الناشئين هو الاهم هو اللي لازم نهتم بيه عشان يفرز اللعيبه اللي تستاهل ان تكون موجوده في انديتها. المنتخبات الناشئين لو لاحظتي مفيش منتخب من الشباب والناشئين عمل طفره. ده يثبت ايه؟ كل الشباب والناشئين خرجوا من التصفيات. ده يثبت ان مفيش قاعده من اللعيبه كويسه. من ايام كابتن ربيع ياسين من ايام 2000 اخر جيل كابتن جيل محمد صلاح وتريزيجيه بس هم دول اخر جيل عمل حاجه للكره المصريه بس.
طيب خلينا كمان نروح لفريق النادي الاهلي. فريق الكره الاول في النادي الاهلي بيستعد ان شاء الله للقاء الوصل الامارات يوم 22 اللي هو يوم الخميس القادم باذن الله. طبعا لقاء المباراه اللي اقيمت هنا على ملعب العرب على ملعب برج العرب كانت التعادل الايجابي 2-2 لكل فريق. اكيد النادي الاهلي محتاج ان هو يفوز هناك على الوصل الاماراتي عشان يقدر يصعد للدور المقبل. مباراه الوصل دي هتبقى نقطه تحول للنادي الاهلي الفتره اللي جايه. لو النادي الاهلي قدر انه يفوز بالمباراه دي ويتخطى عقبه الوصل الروح المعنويه هترتفع شويه للعيبه بعد طبعا خساره دوري ابطال افريقيا والهجوم الشرس اللي حصل على اللاعبين والجهاز الفني في الفتره اللي فاتت. فاظن ماتش الوصل ده هيبقى مسكن على الاقل صح يعني هو مسكن سريع مسكن للجمهور ان هو يهدى شويه على فرقه ان الفتره اللي جايه هيبقى في شكل وفي نظام وطبعا بعد القرارات اللي خرجت من مجلس الاداره باذن الله ان شاء الله ان شاء الله يعني فرقنا يحقق هناك نتيجه ايجابيه لان يعني ما عندناش حل تاني. مفيش حل تاني طبعا مفيش حل تاني قدام الجهاز الفني واللعيبه ان هم يردوا على الانتقادات دي كلها. الجمهور لن يقبل بغير الفوز طبعا طبعا ده ميزه النادي الاهلي. طيب تتوقع بقى ان هيكون في تغيير في التشكيله في اللقاء القادم؟ ما اظنش. هو كارتيرون من ساعه ما تولى المهمه تشكيله ثابت ما بيغيرش غير في اضيق الحدود باصابات احمد فتحي بس هو كان مجبر يعني في البطوله مجبر. الافريقيه لان كان في قائمه افريقيه يعني هو مفروضه عليه هو جاي عليه بس هو وبالتالي برضه اللي جايه برضه هي مفروض عليه هو للاسف يمكن بس قدامنا 7 لعيبه يمكن مع الانتقالات الشتويه ان شاء الله القادمه نقدر نزود. احنا كده مش هنجيب اكيد 7 لعيبه في الانتقالات الشتويه هي دي يعني هي دي بس اللي هي دي اللي هتميزه انه في الانتقالات الشتويه هيكون عنده مساحه انه يختار لعيبه واظن ان 7 جدا يعني ده اكتر من نص الفرقه نص الفرقه اكيد مش هيجيب 7 يلعبوا فمش هيدخل 7 كلهم يلعبوا بس ان شاء الله يعني الحمد لله ان في يعني في اتاحه وفي فرصه ان احنا نضم كمان 7 لعيبه او نحط 7 لعيبه كمان في القائمه الافريقيه. هل لعيبه النادي الاهلي في الوقت الحالي محتاجه ان هي تتشحن نفسيا قبل لقاء الوصل الاماراتي لان اكيد هم زيهم زي الجمهور محبطين جدا بعد خساره اللقب الافريقي التاسع يعني كان في امل كبيره جدا عند الجمهور وعند اللعيبه وعند الجهاز الفني وعند الاداره عند الناس كلها صحيح ان احنا نرجع ان شاء الله فايزين ورجعين من رودس ورودس ملعبنا وكمان علي هناك والكلام الكتير قوي اللي كنا معشمين نفسنا بيه لكن للاسف يعني اللي حصل الحمد لله قد وبرده زي ما اتقال النهارده في صحف كتيره رب ضار نافع يمكن اللي حصل ده كان الجهاز او يعني الانذار الاكبر لمجلس اداره النادي الاهلي ان الفريق محتاج او قطاع الكره محتاج لاعاده هيكله فورا برغم برده ان كابتن محمود الخطيب في وسط كلامه كان دايما بيقول سواء كنا كسبنا او خسرنا لقب الافريقي كان لازم يحصل اعاده هيكله وهو كان شايف ان في نواقص كتير في الجهاز في قطاع الكره في النادي الاهلي. انا بصي اكيد طبعا مباراه اللعيبه محتاجه ان هي تكسب واللعيبه عارفه ان هي محتاجه ان هي تكسب. لعيبه النادي الاهلي العامل النفسي طبعا مهم جدا لاي لعيب كوره بس لعيبه النادي الاهلي عندها من الخبره ان هم يقدروا يتخطوا مش عايز اقول الازمه دي لكن عندهم الخبره الكافيه ان هم يقدروا يلموا بعض في الفتره اللي جايه دي ان ماتش الوصل يكون هو زي ما اتفقنا ان هو يكون البدايه او الانطلاقه تكون ليهم لمصالحه الجمهور وتقديم عرض كويس رغم ان هي مهمه صعبه جدا مش مهمه سهله خالص مهمه المباراه هتبقى صعبه عشان النتيجه اللي حصلت نتيجه 2-2 مع برج العرب اظن ان هي صعبه مهمه جدا على النادي الاهلي وطبعا بالظروف اللي رايح بيها النادي الاهلي لخسارته دوري ابطال افريقيا فاظن الماتش صعب جدا في لعيبه كبار جوه الفرقه قدروا يلموا الفريق بشكل سريع صحيح. فالعامل النفسي هيبقى من اللعيبه نفسها يعني اللعيبه نفسها هي اللي هتلم بعضها وهي اللي هتقعد مع بعضها ان هي تخلص موضوع ان هي يعدوا الفتره دي فماتش مهم جدا طبعا ماتش الوصل ده لازم اللعيبه تكون عارفه ده ان ماتش الوصل هو اللي هيرجعهم تاني الدوري خلاص الفتره اللي جايه برده للنادي الاهلي صعبه جدا في الدوري اكيد اكيد. طيب خليني اسالك بما اننا بنتكلم عن الفتره اللي جايه للنادي الاهلي هتكون صعبه في الدوري المباريات المؤجله يمكن النادي الاهلي هيتعامل ازاي في المرحله الجايه تقريبا هيلعب مباراه كل 3 ايام طبعا هو مفيش حل مفيش حل تاني غير كده وده كان اتفاق موجود للانديه كلها كانت موافقه ان هي في ضغط للمباريات هيحصل
طالما مصرين يتلعبوا البطوله الافريقيه وتلعبوا البطوله العربيه، فاصرتوا تلعبوا الاثنين، فاستحملوا بقى الايه الثلاث ان انت تلعب كل ثلاث ايام مباراه. ف الدوري المصري مش مستحمل ده، اللعيبه المصريه ما عندهاش ان هي تستحمل كل ثلاث ايام مباراه. لكن اظن النادي الاهلي لو عدى الشهر ده بشكل كويس جدا وبشكل قوي الوضع هيختلف تماما. تماما يعني هو شهر حاسم للنادي الاهلي شهر ديسمبر ده. صحيح. عامر حسين رئيس لجنه المسابقات قال ان الدوري المصري هينتهي في شهر سبتمبر 2019، يعني سنه وشهر، يعني سنه وشهر دوري صعب سنه جدا. وشهر صعب جدا، مساله صعبه جدا 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 ومفيش حد عنده حل. طب والدوري اللي بعديه بقى هيبتدي امتى؟ هو انت موسمين، هو هيلحم موسمين وغير ان انت في موسم لحماه، يعني الموسم ده هو اظن ان هو اللعيبه خدت اجازه كافيه ان هو يرجع بقى تاني يلحم موسمين عشان يلعب الموسم اللي بعديه، مش اللي جاي، لا اللي بعديه يعني. بشكل طبيعي. بس مفيش حل، ما هي المشكله ان مفيش حل، الناس مش مفيش حلول بتتقدم لان ازاي نعدي المرحله دي. مفيش حل في اتحاد الكوره، مفيش حل عند الانديه. هو في حل اصلا؟ يعني انت من وجهه نظرك لو قعدت كده تحسبها هتلاقي لها حل؟ ملهاش. ها وانا مش قادر الومه، مش قادر الوم اي حد، هتلوم مين؟ هو يعمل ايه دلوقتي؟ الانديه عندها ارتباطات خارجيه في بطولات افريقيه وبطولات عربيه والكونفدراليه الافريقيه، طب هيعمل ايه؟ هيقول لهم ما تشاركوش خليكم قاعدين في الدوري؟ طب ما ينفعش طبعاً. اكيد ومحدش هيضحي ولا بالبطوله العربيه ولا بدوري ابطال افريقيا ولا بالكونفدراليه ولا الكونفدراليه. فالوضع كان صعب جدا للانديه والطلب ما كانش في محله برضو ان نادي يسيب بطوله مجرد انه ما يتاجلوش مباريات في الدوري العام. فاظن صعبه جدا، الموضوع كان صعب جدا. وبرده هتيجي تلوم على عامر حسين، انت هتقول له ايه؟ طيب هو هيعمل ايه؟ طيب مش هقول هو بس الراجل بس يعني بمناسبه ان رحل ماتش يوم 27 الماتش بتاع الاتحاد الاهلي والاتحاد جده السعودي اتاجل تاني يوم، هجوم شرس جدا. طب ما تسكن سكن سكت يا جماعه، يعني بالراحه اكيد هيتسكن مباراه مكان اليوم ده. لكن هي المشكله ان الناس عايزه النهارده طلع قرار دلوقتي كمان 3 دقايق لازم بقى بعد خلاص يبقى هنسكت لازم في ماتش يتلعب دلوقتي. لا والناس قعدت تختار المطوشه، يعني بتختار المطوشه على اساس ايه؟ وتهاجم هو لمجرد انه سكن ماتش مش على هوا الناس، انه ازاي تسكن الماتش على اساس ايه؟ بس هو برضه لازم يكون عنده ردود، لازم يكون عنده ردود لده. انت سكنت الماتش ده في اليوم الفلاني ليه؟ الاهلي عنده مثلا 7 مؤجلات 6 مؤجلات. بس يمكن في الاول هو فضل ان هو الاهلي يلعب كل مبارياته اللي موجوده في القاهره في شهر واحد، يعني في نفس الشهر يعني، وبعد كده المباريات اللي مش موجوده لازم يطلع يوضح الكلام ده. لازم يطلع عشان لان مش منطقي، مش هينفع يبقى الاهلي عنده كل 3 ايام مباراه وكمان يسافر. طبعا طبعا مش منطقي، فلازم بس انا على ما اظن ان هو فعلا اتكلم في الموضوع ده، يعني هو مش منطقي ابدا ان النادي الاهلي هيطلع يسافر، يطلع اسكندريه، يطلع الجونه، يطلع في اي حاجه. لا طبعا ويبقى عندهم 3 ايام بس اللي عنده. لا طبعا هو مش هيبقى فيه ريكفري للعيبه. هو انت هتخلص الماتش يومين ده غير طبعا مجهود السفر والقعده في الاتوبيس وحتى لو طياره والقعده في المطار والسفر ساعه وينزلوا والاجراءات، لا الموضوع اكيد كان هيبقى صعب طبعاً جدا طبعاً. طيب خلينا نتكلم عن الدوري عامه، ايه اكتر المظاهر الجديده او الظواهر الجديده اللي شفتها في الدوري المصري الممتاز؟ كنا بنتكلم شويه ان الفرق كلها بقت شبه بعض تقريبا، ما بقاش فيه بقى يعني زمان كان الاهلي بيلعب لوحده خالص في مركز وقدامه مثلا بينه وبين الثاني بتاع 20 نقطه عادي جدا، كان ده الطبيعي. لكن فجاه الموضوع اختلف، يعني مش فجاه، هو بصراحه تدريجيا في السنين اللي فاتت واحده واحده كده لغايه ما لقينا ان كل الفرق في المقدمه حتى قريبين جدا من بعض. انا اكتر ظاهره عجباني في الدوري الجمهور، حافظة الجمهور دي اكتر ظاهره انا مبسوط منها جدا ان الجمهور يكون برغم ان هم لسه يعني بعدد قليل احنا كنا فين يعني كنا فين وبقينا فين. فانا دي اكتر ظاهره عجباني على مستوى المنافسه. اظن الناس اصلا نسيت موضوع المدرجات ده، يعني من 2011 احنا 2011 كتير. احنا دلوقتي خلاص في 2019 تقريبا، احنا بقالنا 8 سنين كتير جدا الموضوع منتهي بالنسبه لنا مش موجود يعني. بس رغم ان في الفتره يعني في جيل كبر ما يعرفش ان في حاجه اسمها هنروح استاد. طبعا ما هو دي برضو بس اللي بيحصل على ارض الواقع دلوقتي كويس مهم ان الجمهور يرجع تدريجيا للمدرجات. الجيل اللي انت بتتكلمي عليه ده خلاص هو نسي ان في مدرجات، بس في جيل تحتيه طالع عارف ان في مدرجات، فهيطلع بشكل
عارف ان في التزام، عارف ان في انتظام، عارف انك لو عملت شغب هتتعاقب، عارف انك لو تجاوزت هتتعاقب، فالكلام ده برضو مهم جدا. منافسه الفرق، وانا اظن ان الانديه اتعلمت، الانديه اتعلمت ان هي تتمسك بنجوم فرقها على الاقل موسم او اتنين، تقدم موسم او اتنين بشكل كويس. وبعدين ابتدي استثمر في اللعيبه اللي انا بربيها دي. عشان كده الدوري ظاهر بالمنافسه دي، مستواها قريب جدا من بعض. طبعا مع ارتفاع اسعار اللعيبه في الوقت الحالي، احنا كان زمان بقى في يعني اللعيبه كان زمان عقدهم مليون، مش زمان، من 3 سنين كان في العقد 1,900,000 و700,000 وعادي جدا، ده كده حلو قوي بالنسبه لهم. يعني اللعيب الصغير دلوقتي بيتخانق على الرقم ده، يعني الرقم ده بالنسبه له شايفه انه إيه ما بياخدش حاجه. طبعا بس برضو انت عارف كل الظروف حوالينا اتغيرت، الدولار بقى سعره مختلف، الدنيا كلها كل حاجه اسعارها غاليه. وانا مش مع، وانا مش ضد ده، طالما اني انا هستثمر، ما هو ده استثمار. الكوره ما بقتش زي ان انا بدفع الفلوس وبرميها في الارض. هو بيستثمر في اللعيب ده، انا اشتريت دلوقتي بجنيه، المفروض ان انا حاطط خطه لنفسي ان انا بعد سنتين ثلاثه ان انا الجنيه دول هاخدهم 10 جنيه. فهو بالتالي نفس الكلام على اللعيبه، اللعيبه الادارات الانديه بتستثمر في اللعيبه اللي هي بتشتريها بالملايين، الارقام اللي احنا عمالين نسمعها دي. ما بتدفعش الارقام وخلاص، مش مجرد ان انا بدفع 40 مليون ولا 50 مليون. بس في مغالاه مش طبيعيه في طلبات الانديه. لما يجي الاهلي يقول لك انا عايز تطلب هات 50 مليون هو هل اللاعب ده قيمته التسويقيه؟ الظروف المحيطه حوالين بالدوري الفتره دي او الموسم ده هي اللي عملت ده. ومش عايزين اقول ان هو ضد، مش شايف، مش هيبقى ضد الدوري، انا مش شايف ان ده هيبقى ضد، انا شايف ان ده هيبقى عائد للعيبه وعائد على الدوري المصري، انه القيمه التسويقيه للدوري هتعلى. طبعا بس برضه في فروقات كبيره قوي، يعني هتلاقي يعني في الدوري المصري في لعيب بجنيه وفي لعيب بمليون جنيه. مظبوط مظبوط، بس هي دي سنه الحياه. يعني ما هو في اوروبا اكيد كده برضه، يعني اوروبا برضه فيها نفس الفروقات، ان في كريستيانو رونالدو وفي لعيب عادي، فهي نفس الكلام يعني. فاظن ان المقابل المادي للعيب او للانديه بتطلب ارقام كبيره في لعيبتها، زي ما احنا اتفقنا ان هو استثمار. انا شايف ان انا اللعيب بتاعي ده بيساوي 50 مليون جنيه، نقعد نتفاوض نوصل بقى لرقم. هو ما بتقولش 50 مليون جنيه عشان ياخد ال 50 مليون جنيه برضه، هو بيقول 50 مليون جنيه عشان يوصل لرقم معين عايز ياخده، عشان يوصل ل 35 ولا 35 25 على حسب بقى الشطاره، ان هو كل واحد فيهم يتشطر على التاني يعني. فانا شايف ان هو الارقام طبعا مبالغ فيها جدا جدا، بس ده بيرجع بعائد على الدوري المصري في القيمه التسويقيه للدوري المصري. طيب احنا كنا بنتكلم عن اهم الظواهر اللي حصلت في الدوري المصري السنه دي او السيزون ده. كنت عايز اسالك برضو عن التحكيم والكوارث التحكيميه اللي شفناها في الفتره الاخيره، ورايك ايه؟ هل تقنيه الفار اللي شفناها يعني موجوده في نهائي افريقيا في الذهاب والعوده، هل ممكن فعلا تتنفذ في الدوري المصري مع بدايه الدور الثاني او حتى من الموسم القادم في الدوري المصري ممتاز؟ وهل ده هيكون يعني مفيد بالنسبه للتحكيم او بالنسبه للكوارث اللي احنا بنشوفها؟ بالنسبه للكوارث اللي احنا بنشوفها اكيد مفيد، اكيد الفار مفيد، بس بالنسبه ان هو يتطبق في الدوري المصري اظن احنا محتاجين لسه شويه كتير. يعني التكلفه بتاعته عاليه جدا، ما اظنش ان في حد الرقم مبالغ فيه جدا، تكلفه الفار وعايزه اشتراطات معينه في الملاعب واشتراطات معينه في الاستادات، وهلوم على منظومه التحكيم في اتحاد الكره برضه. ليه ما بيتعملش دورات للحكام، دورات تثقيفيه للحكام، دورات تدريبيه للحكام مع بدايه كل موسم، دورات تاهيليه للحكام؟ ليه ده ما بيحصلش؟ عشان نتفادى الاخطاء دي كلها اللي بتحصل في الدوري المصري. وانا برضو مش، انا شايف برضو ان الاخطاء مش متعمده، بس في النهايه في خطا، والاخطاء بتتكرر بشكل مبالغ فيه جدا، وممكن تتكرر من شخص واحد كذا مره في كذا مباراه. فازاي الناس كلها شايفه ان في غلط في الحته الفلانيه دي وما بيعالجوهاش؟ بنطلع ننتقد بس، نقول احنا هنا في غلط، فلان الفلاني غلط، فلان الفلاني ده كان عنده خطا تحكيمي. وليه ما بنشوفش جيل جديد من الحكام الشباب؟ ما مش لما القديم يبقى كويس يعني. لا ما هو بالعكس خالص، لو القديم مفيش فيه فايده هنشوف بقى الشباب. ما هو منظومه التحكيم في اتحاد الكوره، هو مين المسؤول انه يطلع حكم شاب يديله مباريات؟ هو لجنه الحكام عايزه تسكت الانديه برضو، ما هي بتشتكي، انت ازاي ما جبتليش حكم دولي؟ انت ازاي بتجرب فيها في حكم لسه ناشئ؟ لو عمل غلطه بسيطه هنخلص عليه. فهو برضو
المنظومه ما يمكن اعدادهم بطريقه سليمه طبعاً. وكويسه. لا انا بتكلم على الحكام، لو احنا فعلا يعني دخلنا جيل جديد من الحكام الشباب وتعمل لهم بقى دورات تدريبيه بطريقه صحيحه، يعني بطريقه مكثفه، مش بس هيحضر مرتين ثلاثه اربعه خلاص كده انا عارف وانا فاهم وكل حاجه، لكن يتم يعني زي ما يتعملون كانها اكاديميه مثلا. هو ده المطلوب طبعا. ان هم يخرجوا حكام على مستوى عالي وبعد كده يتم استخدامه. يعني ما اظنش ان هو هيحصل، يعني لو هم متمرنين كويس او تعلموا كويس مش هنشوف منهم الاخطاء الكارثيه اللي بنشوفها دي. كلامك مظبوط 100%. وانا بس هضيف لكلامك حاجه كمان، انا ليه بعمل الدورات التدريبيه والدورات التاهيليه من الحكام المصريين؟ الحكام المصريين طبعا فيهم حكام هايلين جدا جدا طبعا. جدا، بس يعني مره على الاقل في السنه نجيب حكم اوروبي، حكم معروف، يجي يدي دوره تدريبيه لمده 5 ايام للحكام عشان نستفيد من الخبرات دي، عشان حتى على الاقل الحكام يبقى عندها ثقه وهي بتدير مباريات. فانا شايف ان اللي بيتلام اللوم الاكبر هو لجنه الحكام في اتحاد الكوره. صحيح. طيب خليني اسالك، احنا كنا بنتكلم دلوقتي عن تقنيه الفار وتطبيق تقنيه الفار اللي شفناها في نهائي دوري ابطال افريقيا في مباراه الذهاب والعوده. بالنسبه للكاف، شفت ازاي قراراته قبل نهائي دوري ابطال افريقيا؟ كانت غريبه جدا القرارات، بس في ان قبل مباراه النهائي الكاف لجنه الانضباط بتنعقد عشان يتم اتخاذ القرارات قبل المباراه. فكره التعسف ضد النادي الاهلي في القرارات للكاف انا يعني معاها ومش معاها. جه لي النادي الاهلي حاجات طبعا، ما كانش التوقيت كان صعب جدا، في عقوبات واقعيه عشان ما نخشش في تفاصيلها، في عقوبات واقعيه جدا لان النادي الاهلي ما تعودش ان هو يكون بالشكل ده. فالكاف اظن ان برضو الكاف زي اي منظومه موجوده في الكوره عنده ليه كتير وعليه اكتر. المسؤولين جوه الكاف برضو عليهم على استفهام كتير جدا، خاصه في مباراه النهائيه زي كده. كل مباراه للنهائي حتى لو الاهلي مش طرفها لازم يحصل حاجه. كنا بنشوف مازيمبي لما بيكون طرف للنهائي الناس كلها بتتكلم على الحكام وان في رشاوي بتدفع وان في، فاظن ان الموضوع الكاف ده فيه علامات استفهام كتير. صحيح. ومن الصفحه دي خلاص اتقفلت واحنا خلاص بنستعد ان شاء الله ان احنا نبتدي في النسخه المقبله في ديسمبر القادم. دلوقتي معنا بقى مع فاصل سريع ونرجع نتكلم عن منتخبنا الوطني الاول، عن محمد صلاح وعن حاجات كتير تانيه، لكن بعد الفاصل مشاهدينا فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم كلامنا عن منتخبنا الوطني الاول. سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، ولسه معانا في الاستوديو استاذ عمرو الجرزاوي الناقد الرياضي في جريده الفجر. قلنا هنرجع ونتكلم عن منتخبنا الوطني الاول وعن اللقاء الهام طبعا اللي كان اول امبارح يوم الجمعه اللي فاتت على استاد برج العرب قصاد منتخب تونس. الحمد لله اللقاء اللي انتهى بنتيجه 3-2 لصالح منتخبنا الوطني الاول. شفت اللقاء ده ازاي وتقييمك ايه لخفيار اجيري في ادارته لهذا اللقاء؟ هبتدي معاكي من الاخر. خفير اجيري اعتقد حرر الكره المصريه، حرر منتخب مصر في المباريات اللي هو حرر منتخب مصر، ولا احنا عشان كنا قاعدين مع هيكتور كوبر الفتره اللي فاتت فحسينا ان احنا اتحررنا؟ حرر منتخب مصر بعد هيكتور كوبر يعني حرر منتخب مصر بعد هيكتور كوبر، قعدنا 4 سنين ثلاث سنين مع هيكتور كوبر بتقدمي كره دفاعيه بس، قدم المطلوب منه. وانا مصمم ان كوبر قدم كل اللي مطلوب منه على اكمل وجه، وصل نهائي افريقيا، صعد دخلنا كاس عالم بعد 30 سنه، عمل كل الراجل ده غريب جدا اللي هو انت لا عارف تكرهه ولا تحبه، يعني هو في الاخر يعني كانجازات حقق انجازات طبعا. لكن لعبه ما كانش عاجبنا، كان ممكن نعمل احسن بس يعني هو الراجل دي امكانياته، هو كان شايف ان هو كده احسن حاجه عنده. طب تعالى نقول للجمهور كوبر يلعب كره كويسه وما يصعدش كاس عالم، او يلعب كره كويسه وما يوصلش نهائي افريقيا، ولا يلعب كره زي اللي هو كان بيلعبها دي وهو عارف هو بيلعب ازاي ويصعد نهائي افريقيا ويصعد كاس عالم، هيختاروا ايه؟
اكيد طبعا مش هيختار ان هو يلعب كوره كويسه اكيد. هنعمل ايه؟ مين هيفتكر بقى بس كده؟ هو مين اللي هيفتكر؟ هو احنا كنا طمعانين. عايز اقول لك الخامة حاجه، عشان عندنا الخامات كويسه. صحيح. عشان كده انا عايز اقول لك الحاجه، انا لما كنت مسافر مثلا في الجابون السنه اللي فاتت مع منتخبنا الوطني الاول، فانا كنا رايحين على اساس ان احنا هنرجع بسرعه على طول، رايحين وراجعين، ما كانش حد متخيل ان احنا هنقعد هناك شهر. بعدين بدا السقف طموحنا يعلى 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 لغايه ما وصلنا للمباراه النهائيه، فزعلنا ان احنا ما خدناش البطوله رغم ان احنا اصلا فهاجمنا اللي احنا اصلا ما كنا خلاص احنا هنطلع من المجموعه الاولانيه بتاعتنا عادي. وبعدين لما وصلنا يعني كاس العالم، احنا مش مصدقين في التصفيات ان احنا اصلا هنوصل. ده الحلم، كاس العالم. مظبوط. خرجنا من كاس العالم، انتوا كنتوا فاكرين ايه؟ كنتوا طمعانين في ايه؟ انا 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 من اشد المعجبين جدا بكوبر على مستوى الانجازات. صحيح. اللي حققها المنتخب مصر وما ينفعش نغفلها. الراجل ده خلاص أكيد. اسمه اتحفر في تاريخ الكره المصريه. اكيد طبعا. انه صعب مصر لكاس العالم. خفير اجيري حرر زي ما قلت لك الكره المصريه بعد كوبر الطريقه. رغم ان هي نفس الخامات، ضفنا عنصرين ثلاثه، وطبعا الكلام اللي اتقال احنا شلنا العناصر الكبيره اللي سنها كبر. صحيح. الكلام ده طبعا ملوش اي اساس من الصحه. حقيقي. احمد المحمدي موجود سنه نفس سن الناس اللي هو على الاقل بيتقال عليه. وسليمان اللي اعلن اعتزاله اللاعب الدولي، يعني ليه؟ ليه توصلوا اللاعب للمرحله دي؟ أنا بس ليه؟ انا استغربت جدا من تصريح كابتن هاني رمزي. بقى عقب المباراه ان لا وليد ما كنتش عملت الخطوه دي، باب المنتخب مفتوح لك. مش فاهم انت بتندمه يعني؟ مش قادر افهم يعني. يا ريت ترجع في قرارك. بيقولوا يا ريت ترجع في قرارك واحنا باب المنتخب مفتوح لاي حد. طب ما هو اللي هو امتى بقى يعمل ايه تاني؟ اللي هو امتى؟ ما مش عارف يعني. هو فتراته. طيب ومش موجود. ومش موجود. بنتحجج بالسن. نفس سنه، نفس سن كابتن احمد المحمدي. مش فاهمه ايه يعني. فموضوع إيه السن إيه ده ما اظنش ان هو السبب. وبعدين عارف ان هو انتوا لعبتوا على نفسيته لغايه ما الراجل يعني اكيد وصف. اكيد طبعا هو في موقف لا يحسد عليه طبعا. ابدا يعني. هو خلاص من كتر ما تعب، انا مش عايز احرج حد معايا، من كتر الناس اللي بتطلع كل يوم يعني صوتها اتنبح، انتوا ما بتاخدوش ليه وليد سليمان معاكم المنتخب؟ فقال خلاص انا عشان اعفي الناس كلها من الحرج انا اعتزلت اللاعب الدولي. فبعد بقى ما اعتزل، انت اعتزلت ليه؟ اعتزلت ليه؟ عشان يندم على قراره اكتر. طب هو مش ناقص. استغربت هو جدا بصراحه من كابتن هاني رمزي. يعني انا بصراحه ما فهمتش التصريح اللي هو قاله. ومحتاج منه يفسر يعني ايه بعد ما اللعيب اعتزل، وبعد ما اللعيب اعتزل وهو في التوب فورم. يعني وليد سليمان مثلا مش خمسه بيقولوا ان هو يروح المنتخب. طب هل تتوقع ان ممكن مثلا المنتخب يستدعي لاعب ولاعب ممكن برضه يرجع في قرار الاعتزال ده؟ تمثيل منتخب مصر شرف لاي حد. اكيد طبعا. اكيد طبعا. ما اظنش ان لو وليد سليمان يعني استدعى لمنتخب مصر هيتقاعس او هيرفض. طب يا كابتن هاني اهو يعني عادي جرب كده واكيد. ايوه صح يا كابتن هاني. مفيش مشكله. جرب تاني يا كابتن هاني. ومش جرب مجامله. جرب ان وليد سليمان يستاهل فعلا انه يكون موجود في مع المنتخب في الفتره دي. هو يستاهل طبعا. مش اللي هو انت هتجامل وليد سليمان. فانا اعتقد ان في لازم يعيدوا التفكير شويه في الوضع ده، لان اعتقد مش وليد سليمان بس، يعني في لعيبه كتير جدا مظلومه. صحيح. يعني بس احنا اختصرنا وليد سليمان لانه اعلن اعتزاله، هو الوحيد يأس. ودي مش شخصيه وليد سليمان. بس خلاص هو شاف ان فعلا مفيش حل تاني. انا وصلت لكل، عملت كل حاجه في الكوره، مش عارف يعمل ايه تاني. هو هيعمل ايه تاني فعلا؟ طيب معانا دلوقتي كابتن احمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني الاول على التليفون. يا مساء الفل عليك يا كابتن احمد. مساء الخير يا شيماء. مساء الخير في معانا استاذ عمرو الجرزاوي الناقد الرياضي في جريده الفجر. اهلا وسهلا كابتن. الف مبروك طبعا على لقاء مصر وتونس، وده طبعا اللي احنا متعودين عليه من منتخبنا الوطني الاول، من الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الاول. عايز اكلم حضرتك طبعا يا كابتن احمد عن الانتقادات اللي شهدت او شهدتها الفتره اللي فاتت لمحمد الشناوي حارس مرمى منتخبنا الوطني الاول والنادي الاهلي. يعني كان في انتقادات كتير جدا للاعب، وشفنا حضرتك بترد وبتقول ان محمد الشناوي هو حارس مصر الاول، وان كمان مبدا التدوير ده لا ينطبق جوه المنتخب الوطني. لا هو الناس فهمت يعني التصريح بشكل يعني شويه، لانه انا مين حارس مرمى مصر الاول الان دلوقتي؟ هو محمد الشناوي مش كده ولا ايه؟ هو اللي لعب 7 مباريات دوليه. صحيح. وقلت في بقية التصريح ان ده لا يقلل ابدا من حارس الحراس، وطبعا طول ما هو كويس وبيأدي اداء كويس فهو موجود.
صحيح. ولكن طبعا وزي ما انت بتقولي ان حراسه المرمى في العالم في اي مكان بيبقى في تصنيف حارس اول حارس ثاني حارس ثالث، لازم ندي معنويات ولازم للكل طبعا. بس الواقع ان هو محمد الشناوي موجود على راس الحراس في الفتره دي، يعني اخر بدايه كاس العالم لحد دلوقتي هو اللي بيلعب في المنتخب. لكن طبعا عندنا حراس كثير جدا في الشهور، وعواد وابو جبل وعامر عامر ومنصف واحمد عادل عبد المنعم، والمركز ده في حراسه المرمى يعني ما فيش خوف عليه خالص في مصر. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. كابتن احمد ناجي، طبعا انا عايزه احيي حضرتك على ضمك دايما في كل معسكر لحارس مرمى جديد، ده اكيد بيخلق نوع من يعني تحفيز كبير جدا لحراس المرمى في الدوري المصري كله، ان هو كل واحد فيهم عايز يقدم احسن ما عنده عشان ينول الشرف ويكون موجود ويكون جزء من منتخبنا الوطني الاول. والله انا دايما بتواصل مع اللي موجود واللي مش موجود واللي احتمال يكون موجود، ودايما بتدي معنويات لكل الناس. ودايما انا باخد اربع حراس طبعا مع المدير الفني والتراجيري والجهاز. طبعا احنا فريق عمل، وكره القدم يعني تيم ورك مش قرار فردي يعني. فبتحط تعيش اجواء المنتخب ويبقى عنده معنويات مرتفعه، ممكن بعد كده نحط حد ثاني. صحيح. احنا طبعا انا شايف ان هم يستحقوا حقيقي، لان هم بيقدموا مستويات يعني رائعه في الدوري، وانا أداؤهم كمان خلال المشكلة مدربينهم في الأندية اللي معاهم كتير معاهم، وده واضح جدا طبعا الطفرة الكبيرة في مستوى تدريب حراسة المرمى في مصر يعني. صحيح. كابتن أحمد، أنا بحس أصلا إن حضرتك كابتن احمد، انا بحس ان حضرتك بتضم الحارس الرابع ده دايما يعني من باب التحفيز لحراس مرمى منتخبنا الوطني الاول. لا بالعكس، واحنا كنا شغالين على مباراتين، دايما لما بتشتغل على مباراتين بتضم حارس، لان مباراه الامارات يعني كانت احنا اخترنا كانت اختياراتنا قبل ما تتلغي مباراه الامارات. كنا بنشتغل على اربع، لكن لما يبقى في مباراه واحده اكيد هيبقى الاختيار بيبقى على ثلاث مباريات كفايه يعني، يبقى اكيد مباراه واحده. أكيد. شكل منتخبنا الوطني الأول اختلف تماما مع خافيار أجاري المدير الفني المكسيكي لمنتخب مصر. الناس سعيدة جدا بالشكل اللي احنا فيه دلوقتي، حاسة ان هي اتحررت. عندنا مجموعة لأن طبعا مدرب يعني عالي جدا وعنده يعني الكثير اللي يقدمه، وعندنا كمان مجموعة لعيبة رائعين يعني بيستخدمهم بشكل جيد جدا. قدموا مستوى رائع، نتمنى ان شاء الله كمان القادم يكون افضل وافضل ان شاء الله. كابتن احمد ناجي، انا عايز اسال حضرتك بقى اخيرا عن الانتقادات الكتير جدا اتوجهت لمحمد الشناوي في الفتره الاخيره. حضرتك اتكلمت طبعا وقلت طبيعي، كل حراس المرمى كل اللعيبه في العالم بيجي لهم فترات بيهتز مستواهم الى حد ما وبيرجعوا تاني، تقول ايه؟ بس انا عايز يعني عندي بس يعني عدم اتفاق على هذا الكلام، يعني انه لا تست ولا تواجد ولا اي حاجه، انه احنا دايما الحاجه الحلوه اللي عندنا لازم نحليها اكتر ونكبرها ونحسنها ونقف جنب اولادنا. انا عايز يعني الناس تشوف الحاجه بالمنطق يعني بعين حلوه يعني. ف يعني عندي حارس عنده خطا ولا خطاين على مدار السنه كلها، فده عادي جدا جدا، لكن انت مستويات كويسه وقدمت مستويات رائعه، والحراس كلهم حقيقي في الزمالك وعواد السعوديه وجبل وعامر واحمد عادل كلهم حاجات. ده ما يمنعش ابدا انه يعني كره القدم مبنيه على الاخطاء، وخصوصا مركز حراسه المرمى، كل ما الاخطاء تقل يبقى الحارس مستواه كويس. فانا مش عايز ان احنا نضغط على اولادنا، يبقى مرد فعلنا يبقى يعني سريع وقاسي. صحيح. واحنا عندنا حاجه حلوه يعني نحافظ عليها، يعني ما نكونش سبب في يعني من ضمن ميزات الحراس اللي عندنا ثباتهم التعادي بشكل جيد، يعني انت حطيت لهم عراقيل في طريقهم وتخلي يبتدوا يعني يفكروا تفكير سلبي او يبتدوا يجي لهم يعني نوع من انواع الاحباط او ما شابه كده. صحيح. دايما انا دايما بنتكلم وممكن احنا بنتعامل على اكمال الاداء خلال الموسم، على التارجت اللي الحارس بيلعب مع نفسه، على يعني مش على خطا ولا على مباراه وحشه. اكيد. عندنا قدرات، واحنا عارفين قدرات الحراس كويس ومظبطينهم على قدراتهم،
مش على اساس اخطاء او جدل في مباراه او كرتين، لا ده في احنا عندنا الراس نقيمهم على اساس دراسه. أكيد بشكرك جدا كابتن أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني الأول، نورتنا في كلام في الميديا، وطبعا بتمنى لحضرتك كل التوفيق بإذن الله في مشوارك مع المنتخب الوطني الأول. أستاذ عمرو الجرزاوي ناقد الرياضي في جريدة الفجر، نورتنا النهارده في كلام في الميديا، أكيد استمتعنا بوجودك معانا النهارده. ميرسي جدا شيماء، ربنا يخليكي. مشاهدينا شكرا لحسن متابعتكم، وأشوفكم بإذن الله بكرة الساعة 5 مساء في حلقة جديدة من كلام في الميديا. يوم سعيد عليكم.